رابر ميجا تراك والله العظيم راب سونج ادم رابر. المهم خلينا نشوف شو يصير في المباراه. راه مش متفق بالصيد ان كيس جيت الموجود من طرف كلاونتي بالفلاشين والكيو اس سي على لوجيك فولي صعب جدا. سونيك ويف وفيرست بلاد ماخوذ من طرف سلايد البريش ماخوذ ان جي اكس. ضعف جدا يا زلمه ضعف جدا فريق نجمة جالكسي. كل مره بيفاجئوني اكثر، كل مره بشوف بلاي منهم كبيره صراحه. بينما الصور بيدور في الايد على ديت مانر كاتيا مش عنده فلاش كمان يصير ينتظر الفرصه وسايم بالفلاش كويف جميله جدا من طرف الاوريانا. الكيو من طرف الاثنين ضايع وصاير بالفولو اب كل ماخوذ مباشره. راميس يبقى في الوان في السيتويشن سايم يعاقب مباشره الفلاش ليس على دي هيت. وهذا البلاي كلنا نستناه الكل نتوقع منه، ولكن بنفس الوقت ما نشوف في محاوله 1 في 1 بالتوب لين. بودر ممكن يكون بخطر ولكن يعمل فلاش اواي وسمير في هذه الالتيميت يعمل كاونتر لبودا اللي راح يكون بخطر عشان سوير موجود بالمرصاد خلص من سين بنفس الوقت. ولكن عشان كان في مثل هذا الالتيميت ما كانش في عنده الفرصه يقدر يجيب الكل. الان عم نشوف انجيج من بوت لين يا مستر قريب من طرف الفروز العقاب راح يكون موجود طرف كلاونزي والريش موجود طرف سليدر لسوء الحظ كلاونزي هو اللي ياخذ الكل. لوجيكو ما كانش عنده اي شيء يعمله غريبه من طرف فروز انه ما احترمش السي سي ما احترمش مازال عنده فلاش مازال عنده الاكسوس ومع ذلك مات في هذه الاثناء في البوت سايد غريبه من طرفه ولكن العقاب ما يرحمش من طرف فريق الدي اكس. مصير الان يدور نحو الطرف ويمكن هيك عنده يستعملها مباشره على نفس الفضل صعب جدا يتخطى من ليبس ميرفي. الكل يقوم بدمج الكل يقوم بالكل لكن لا صغير هو اللي ياخذ لي في اخر المطاف. نايس كانك صراحه من طرف صغير قام باشياء غريبه في الاولي جيم ومات بطريقه غريبه في اللاست ستات نتاعو. ولكن نفس الشيء اللي صراحه كلاونزي ما احترمش بتاتا هذه الثلاث شوت. ولكن اللي بلاتي فاز عصير مايسترو موجود في الفوت سايد من طرف المسد كيلين دامج موجود على بودا يستعمل الوود اندر. ولكن شوف صاير بالفاير ما يرحمش الفلاشز نتاعو دائما اون بوينت. هذه المره بودا ما عندوش الفلاش للريفلكسز والرجوع نحو الوراء كل ماخوذ من طرف فريق فوكس جيمنج ومازال يدوروا على اكثر من ذلك في الميد. ممكن نحكي ممبرز اكثر من ذلك عندهم اكشن او عندهم دامج. لكن دي هيست الان في محاوله كاتش موجود عليه ويلا شوفوا ايفل سيت بسام من طرف الفاي شوف الفولو من طرف الصغير ورباه كم هو اجريسيف هذا الجنجل. كل ماخوذ فلاشين من طرف راميس كيك وكيو شبير جدا من طرف الرياكشن تايم ويكون هي تعادل 1 فور 1 بصراحه. اللي حاب نعرف يا ادم هو هاو يا يعني سميرفي محترم هذا الموضوع بطريقه ممتازه جدا وعارف انه هو عمله بيلعب كينن بيصيرش يكون بهذا. الان عم نشوف رامس ممكن يحاول يقدر يعمل جانك هذا ولكن في فلاش بيرفكتلي تايم من سميرفي يقدر يجو فيها بحياته الا اذا بده عنده تايم اوت. وشوف الدمج الموجود من طرف زاد بوندا ولكن سميرفي ما مات في اخر المطاف ريموت بس هو من طرف رامس كان ممكن يعمل الاوت بلاي كينن ولكن محاوله طيبه صراحه والله انه ممكن نعطيه بروبس لهذه المحاوله. شوف شوف الالتيميت بتاع جينكس ولكن لا ضيع. والله سو ساد ورب العباد يعني حزين. انا حزين على سميرفي ولكن كمان حزين على بودا اللي راح يخسر حياته على الاغلب من سوير ولكن في عنده فيجن بيعرف وين مكان بودا. يلا خلينا نشوف يلا القط والفار الفار والنمله الفيل والفار الذئب ولا والافعى والغزاله بودا غيموت غيموت ولكن اكزكيوتد جميله من طرف ما يحتاجش الكل اللي على سوير يخليها يعني فصري كل خيار. نسيت احكي الكلب القطه اوكي عمال بفكر بتوم اند جيري بس نسيت الكلب اوكي يلا في دايف عندنا بالبوت يا لكن محاوله دايف موجوده مباشره على الاستاذ جيمس يستخدم فرصه الاعلامي والمساعده والدفاع للوجي بوت يكون كيف يعملها فلاش يشمل من طرف الاستاذ فروزن الدرج تطلع خوده الاول ماخوذ من طرف الجيمس اكسايتد الان يتقدم مباشره على سليدر لازم يستعمل الفيدر ستار ومتاعه جميله من طرف فروزن الفلاش غريب جدا ورقم مخيف ولكن الان عم بيكونوا ايفن فهذا معناه فوكس جيمنج في انهم امل يقدر يفوز هذه المباراه الا ذا كلاونز عنده كلام اخر. الكاتش راح يصير على سوير يا ولكن شوف سين كمان متقدم نحو التوب سايد فروز كمان غيكون موجود على المقلب من هنا بعد التوالي لازم سوير انه يضيع شوي وقت الشرطه موجود على شخص من طرف سعيد. شوف الدمج من طرف السلايسنج مايستر بالسمار اللي كان موجود كل اول والثاني 2 4 0 لحد الان الفريق المغربي يتقدموا على راميت وعلى دي هيست وغيكون هذا كل شيء جميله جدا الرياكشن من طرف الفريق. حلو حلو جدا الومبو كومبو هذا اللي كنا ننتظره. تخيل لو سليدر كان موجود خاصه انه دي هيس الان راح يميت من سوير اللي معاه سيزون 6 يا جميله جدا انا الصراحه شفت اللي كان صاير من طرف 96 مازال يحاول انه يعيش دي هيس بالفلاش نتاعه اوت ما عندهمش الرينج الكافي ممكن يحاول يهرب من هذه الوضعيه الصعبه ممكن ياخذ غير الكل كمان على سوير لا ما يكونش عنده الدمج الكافي ولكن جميل المحاولة من طرفه صراحة دي هيستا صعبة جدا نفذ ستون من فلاشين موجود في سلايدر فولو اب من طرف راميس كيل ماخوذ بكل سهولة من طرف فريق جي اكس. هذا هو الخطر تعطيهم شوية الفرصة يندموه الفريق الأول من الأراضي. خلص معك كريبت بلوم جاب فيندش كودكس اكيد راح يكون معك كريبت بلوم والكريبت بلوم ممتاز جدا لما يكون في معك بروم لما يكون في معك الفاي
تشامبيونز بيحتاجوا هذا السستين، وحتى كمان الاوريانا اللي مع سيرف امبريس رح تصير تانكي جدا. وتخيل معي كمان انه حيكون في عندهم اثنين كريبت بلوم من الاوريانا وكمان من سميرفي، فراح يقدروا يعطوا يعني فول سستين بالنسبه لهم. الان كلاود ممكن يكون بخطر، ولكن لا امجد اخرى موجود معاه رامز بيكوز شوت دمج طالع من طرف السلسل، شوت دمج طالع عليه ممكن يموت هون اتش بي من زين اندر كيو. انا ابدا اوكي بس احنا هون سمر يعني مش سمر يعني حنطيين ممكن نحكي. اخيرا رجعنا لهذه المباراه، يا رجعنا للمباراه. فلاش اوت موجود من طرف السلسل كلاونزي ويدفع عليه رامز الطرحه بقوه، كان موجود هنا فهمتنا الصغير خف شوي شيء ما كان مازال عنده فلاش، كان ممكن يتقدم ياخذ الكيل لك موجود اللي يعمل فلاش تاو اوت، ولكن حلوة نوتيكو من الميد لين يعملها السنايبر الكبير وياخذ الكيل بكل سهوله، كان عارفها صراحه. اتمنى انه يكون هذا جاوب على السؤال اللي كان موجود من الفان المغربي اللي كان موجود بالشات. والان عمال نشوف في محاوله فايت مره اخرى على سوير، ولكن في تراجع من فريق نجم جالكسي. سوير بيرمي ريجلسي من الان عنده تسويق وصل على سليدر اي مباشره شد ماخوذه من طرف زين اكسايتد الجيك يستخدم حول امام الاستاذ نوتيكو ياخذ الكيل بتاعه 2 4 0 والبارون ناشر موجود في التوب سايد. الدوده البنفسجيه ممكن تكون هي الاوبجيكتيف، ممكن تكون هي الفوكس من طرف فريق فوكس جيمنج، ولكن لا يبدو لي انهم متقدمين على التنين بدل دانك. زين بحكي لك اوكي اكاشي ممكن يكون افضل مني بسبب الاتشيفمنتس، ولكن انا لاعب صغير وراح اثبت نفسي خاصه بهذه الشوك ويف اللي كانت موجوده بودا موجود بهذا الفلانك لصدر نجمه جالكسي اللي بيلعبوا الفايت ب 3 فيرسس 5. السين ممكن محاولة موجودة من طرف الأستاذ رامز وتشيبك بيسع من طرف الكنان الزونيك، ولكن بودا ياخذ الكل من وين أتى بودا والآن موجود في الصورة الفلاشين موجود من طرف وتشينين مأخوذ من طرف فريق فوكس جيمنج. نوتيكو مازال حي مازال ما ماتش بودا يعيش ب 1 اتش بي التيميت تانك من طرف دي ايس تستخدم نحو الأمام. رامز يبحث عن الكيو هل سيكون عنده الفرصة ولا لا؟ فروزن غيموت نوتيكو ولا اتش بي غيموت هو كمان كارثة على فوكس جيمنج. ان جي اكس هو الأقوى تريبل كل من طرف رامز. كيف ب 3 فيرسس 5 نجمة جالكسي يفوز الفايت؟ كيف هذا الاشي صار؟ مش قادر افهم يعني بودا 0-4 بهذه المباراه يجي يعمل لك افضل يكونوا بيهايند ويعطونا امل، ولكن مع ذلك ياخذون وان فايت ياخذون البار الناشر الان غياخذوا فيها سوير كمان غياخذوا الكلب بكل سهوله يخليه هو ياخذ الريفر كمان التوب سايد جنجل كلها للاستاذ سوير. وهو الان باك هاو الان هاو الان سيدي ايتو الان في موجود مباشره على سميرفي يحاول الدفاع في التوب سايد هذه المره 5 4 6 موجود الان رايكو موجود الرويال في الباك لاين لازال كلاونزي بالتريبل مان اوتيميت في الاحلام كل اول ماخوذ وثاني من طرف بودا التالي جليه من طرف رميس اندرو كيو يتخدم على الفاي ممكن يحاول يعمل بلاي هزك في ذكاء في نعم كافي كل ثالث ماخوذ ورابع يبقى فقط نوتيكو وحيد ويتيم للدفاع على امل فريق فوكس جيمنج يتخدم نحو الامام اندرو روكت اندرو اكسايتمنت هزك في ذكاء في 1 في 5 نوتيكو اندرو اوتو اتاكس ولكن غير كافي يخليه في الفاونتن يخليه في البيز بتاعه بودا هو ودي هيسر الفوك موجود الزونيك موجود الدمج غيكون كافي والكل ماخوذ ايس من طرف ان جي اكس يبقون هم الاقوى يبقون هم الاولين يبقون هم افضل فريق معنا في العربي الليج.